أيام جميلة ومباركة وأيام كلها روحانيات عالية، ومفيش أجمل إن في هذه الأيام من إن إحنا ننشد ونبتهل إلى الله، وكمان نستذكر المعاني الجميلة في هذه الأيام ونحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيش أحلى من الإنشاد والطرف في حب النبي ورسوله، لأنه الحقيقة كمان التراث الديني المصري عامر بالإنشاد الديني منذ الفراعنة ومصر القديمة وحتى الآن. في كل مناسباتنا بنحب ننشد ونبتهل إلى الله، وعشان كده احنا عايزين نعلي الروحانيات شوية، وبنستضيف في هذه الفقرة بقى شخصية يعني أنا واثق إن أنتوا هتنبسطوا معاها جدا جدا. هي المنشدة والمطربة زينب محمد. برحب بيكي اولا، وعايز اقول لكم بقى انا يعني لازم نخاف شويه من زينب، لان هي هتنافسنا قريب وهتبقى مذيعه شاطره جدا قريب. شرف جدا ليه طبعا تعلم من حضرتك. وغير ان هي مشهوده ومطربه كمان، فهي مواهب متعدده، بتدرس شريعه وقانون وبتدرس اعلام، وعندها اغاني طربيه، وكمان تتلمذت على يد عمالقه الانشاد في مصر، وكانت في اوركسترا حياه وفي اوركسترا الشباب والرياضه. يعني بصوا شخصيه انا واثق ان انتوا هتنبسطوا معاها جدا. اهلا بيك يا زينب، منورتينا. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالف صحه وخير. انبسطت قوي لما عرفت ان انت عندك توجهات مختلفه في الحياه كده. دي حقيقه. صح، بتعملي حاجات مختلفه. دي عايز اقول لكم كمان في الفصل قالت احتمال تطلع ضابط متخصص، شوف حته ثالثه بقى خالص. كل حاجه بس انا بنبسط طبعا بالشخصيات دي لانها بتدي غنى للشخصيه نفسها. اكيد. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. احكي لنا قصتك بقى مع الانشاد. والله هو أنا صغيرة كنت بحب أغني دايما وأنا في البيت عادي جدا، لحد ما جدتي الله يرحمها اكتشفت أن أنا صوتي حلو كده. بدأت طبعا زي أي حد بيبتدي في المدرسة، مثلا أخد مركز على مستوى المدرسة، على مستوى الجمهورية، بعد كده أخدت مركز تاني، بعد كده عرفت أن في مدرسة للإنشاد الديني ونقابة للإنشاد الديني ونقيب المنشدين. حسيت الموضوع كبير. طب فسمعت، وبعد كده رحت قدمت في مدرسة الإنشاد الديني اللي بيرأسها طبعا أستاذي الشيخ محمود ياسين التهامي. وكانوا اساتذتي الشيخ محمود ياسين التهامي والشيخ طه الاسكندراني والمايسترو مصطفى النجدي. طبعا بعدها دخلت المدرسه. اساتذه كبار كلهم. طبعا. بعدها دخلت مدرسه الانشاد الديني، تعلمت المقامات الاساسيه، وبعد كده اتخرجت من المدرسه، بدات اطلع مع الشيخ محمود ياسين التهامي في حفلاته الخاصه طبعا بيه او كده. بس بعدها بقى دخلت وزاره الشباب والرياضه، دكتور امل جمال كانت ساعتها وكيله الوزاره سابقا. اوركسترا الحياه بقى. بعد كده بقى دكتور امل كملت معاها طبعا في اوركسترا الحياه. يعني بتعملي برضو غناء طربي. انا مطربة ومنشدة برضو. ده جميل جدا جدا جدا. شرف ليا. انا عايز ابدا معاكي بقى، واحنا طبعا ايام جميله ومباركه، مفيش احلى طبعا، الاف ملايين الحجاج متوجهين لزياره بيت الله الحرام وزياره رسوله الكريم. فيلا نحب رسول الله. يلا بينا. سلام الله يا طه ورحمته وبركاته، يا سيد الخلق يا طه، يا سيد الخلق يا طه، تحياتي 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 تحياتي. يا أكبر حب في حياتي شغلني حتى عن ذاتي، يا أكبر حب في حياتي شغلني حتى عن ذاتي، بصلي عليك في صلواتي وسلم في تحياتي، يا تاج راسي ونب راسي، يا تاج راسي ونب راسي، يا سيد الخلق يا طه، يا سيد الخلق يا طه، يا سيد الخلق يا طه، باسمك يا ما بتغنى، ياما بتغنى، ويا مروح
بتشتاقك يا مروح بتشتاقك، ويا ما في نفسي بتمنى يكون الناس في أخلاقك، ويا ما في نفسي بتمنى يكون الناس في أخلاقك مؤدب قد ما تربي وأحسن لي يا طه يا أجمل صورة في قلبي ما فيش بعدي يا تاج راسي ونب راسي يا تاج راسي ونب راسي يا سيد الخلق يا طه يا سيد الخلق يا طه يا سيد الخلق يا طه. الله الله الله، ده ايه الصوت الجميل ده؟ لا ده انت شاطره جدا جدا جدا. شرف ليا طبعا. صوتك جميل وصوت كمان واعي ومثقف وباين عليك الدراسه. انتقالك من مقامات ونزولك وصعودك جميل جدا. بس انا هسالك بقى سؤال، مش ملاحظه ان مفيش كتير منشدات؟ نفسي اعرف ليه. بصراحه ما احنا بنفتقد ده، لان الصوت النسائي برضو ليه جمالياته وروحانياته. اكيد طبعا، بس هقول لحضرتك على حاجه. معظم الناس عندها ثقافه الانشاد هي ثقافه الابتهالات مثلا. فانا منشده فلازم ابتهل واقول الابتهالات او كده. وطبعا زي ما حضرتك عارف الابتهالات رجالي اكتر، محتاجه قوه صوت او محتاجه نوع معين من انواع الصوت. فبيبقى صعب او مش نادرا قوي ما بلاقي مثلا بنت عندها قوه الصوت او عندها قابليه ان هي تقدر تبتهل او توصل المرحله دي. فالانشاد على قد ما هو يعني فن كويس جدا وحلو جدا، وبس هو صعب، فعشان كده نادرا قوي ما بنلاقي حد مثلا يقدر يقول انا منشده قوي. بس انت عندك المقاومات. شرف ليا طبعا. شهاده اعتز بيها طبعا. عندك المقاومات، يعني بتحبي تبتهلي احيانا ولا؟ يعني انا ما اقدرش اقول نفسي مبتهله بصراحه، بس بجرب، بس ما اقدرش ان انا يعني الموضوع صعب بالنسبه لي بصراحه، ما اقدرش. ايوه فاهم قصدك. لنقايم على الارتجال بشكل اكتر. بالظبط كده. وقايم كمان على فكرة، في ناس عندها سبحان الله الموضوع ده رباني قوي، بس محتاج دراسة. يعني مثلا حضرتك ان انا ابتهل دي محتاجة فكرة ان انا بقى دارسة المقام المعين والنقلة وهكذا، فبيبقى الموضوع طبعا مختلف غير اللي هنا يعني. طب انا عايز اسألك بقى عن فكرة تعدد المواهب. انت برضو بتاع رياضية وليكي مواهب في التقديم التلفزيوني. عندك كولكشن كده حلو، كلمينا يعني انت كلمينا عنها. انا اديتهم كده فكره، بس قولي لي انت بتعملي ايه وبتحبي والله وايه المواهب التانية غير الانشاد اللي عندك وكده. والله هو انا اصلا يعني مقتنعه جدا بفكره ان انا بحب اجرب كل حاجه. نو ريسك نو فن. صح. بالظبط كده. برافو عليكي والله. واجرب والله. اصل ما جربتش دلوقتي هجرب امتى؟ بالظبط كده، العمر مش قدامنا كتير، فادخل في كذا حاجه. والله نجحت تمام، فشلت تمام، فربنا الحمد لله انعم عليا بمواهب كتير. يعني انا بحب فكره ان انا بحب مواجهه الناس او الكاميرا او هكذا. لا انت عندك شخصيه مذيعة قوية والله. لا يعني لان اكيد عندك لغة عربية عشان طبعا الارشاد، وبتدرسي في الازهر. صح. وعندك القبول وعندك الكاريزما، فيلا بقى تعالي نفسينا نتعلم من حضرتك طبعا. بس فلقيت الموهبة دي، حتى موضوع الغنى ما كانش في بالي خالص. بعدين كملت لما لقيت، فقلت ليه لا، ربنا سبحانه وتعالى مدي كل واحد فينا موهبة، مش عشان يعني نستغل ما نستغلهاش. بالظبط. فربنا لو دينا ما كانش ليها لازمة ما كنتش. كل حاجة ليها خبرتها. صح. وبتضيف يعني. بالظبط كده. بتضيف في النهايه. هنعمل لك بقى اختبار تاني بعد العيد بس في الغنى. يلا تشرفينا بقى تاني. شرفني. شرف ليا طبعا. طب يلا هتسمعينا ايه دلوقتي؟ ممكن اغني نبينا هدينا للاستاذ طبعا زينب يونس. نبينا هدينا رسول الانام، بداية الهداية ومحو الظلام، رجانا وشفعنا ليوم الزحام، كمال النبوة ومسك الختام، عليه الصلاة وأزكى السلام، عليه الصلاة وأزكى السلام، حميد السجايا وسننه كتير، مودي الرسالة البشير النذير، نبينا اللي وصى الغني بالفقير
وضحى وزكى وصلى وصام عليه الصلاة وأزكى السلام عليه الصلاة وأزكى السلام عليه الصلاة وأزكى السلام. الله عليك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.